كابتن ايهاب اكيد البطل عشان يبقى بطل اولمبي عنده ترتيبه تدريبات. تمام. عايز اخد يوم من يومك. تمام. كابتن ايهاب عبد الرحمن لما يصحى الصبح يشتغل على نفسه 24 ساعه بتعمل ايه؟ هو انا مبدئيا ببدا اول حاجه تمرينه الصبح من الساعه 10 تنتهي الساعه 12 بعد كده. مش عايز تاخدني سريع. تمام. اصحى من النوم. اصحى من النوم. ايوه. عادي زي حد عادي يصحى يفطر يصلي يتحرك. فول وطعميه وكده ولا ايه؟ لا لا للاسف ماليش انا في الفول خالص. مش من محب انا الفول خالص. مش بحب الفول. تمام. انا عندي مشكله في الاكل بالذات ان انا حاجات كتير ما بحبهاش في الاكل يعني. تمام. اللي هو العادي الفطار العادي جبن بيض تونة حاجات زي كده. مالكش اكل معين؟ لا لا لا. كويس. بعد كده القهوه، بعد كده ننزل على التمرين على طول. كويس. ناخد الفتره الصباحيه حسب البرنامج لما متقسم، اوقات بتبقى يا رمي يا كور طبيه يا سبيشالات حديد حسب الفترات. في الشتاء بيبقى الرمي لما بكون في مصر هنا بيبقى الصبح بدري عشان الجو. والحديد بيبقى اخر النهار، والسبيشالات اللي هي التمرينات الثقيله. بنزل بعد كده برجع اريح شويه، بعد كده بنزل تاني الساعه 4 اتغدى اكل اي حاجه خفيفه، وبعد كده انزل الساعه 4 انزل اكمل التمرين الى الفتره الثانيه. لو انا عندي فتره الثالثه اللي هي الجمباز برحل الساعه 4 دي تبقى الساعه 3 عشان خاطر بيبقى في فتره ساعتين من الساعه 7. يعني ايه فتره الجمباز؟ انا اول مره اعرف في حياتي ان يعني العاب القوى رمح بيلعب جمباز. لا للاسف انا بعمل، انا التمرين عندي بيبقى متقسم لكذا حاجه. رامي رمح، كور طبيه باوزان مختلفه، جري مسافات طويله، جري مسافات قصيره، حواجز، جمباز، حديد. لا خلينا في فتره في حته الجمباز. احنا ليه اشمعنى؟ عشان حته دي انت وانت بترمي على الخط ما لا لا هو عشان الكتف بينقوي، الكتف ومرونات الكتف والكوع والظهر البطن الحاجات دي كلها المرونات كلها. ليك مدرب مخصوص في الجمباز ولا انت بتمرن نفسك؟ في بره مصر كان في مدرب كان هو اللي بدا يتعلم. للاسف انا اتعلمت الجمباز متاخر خالص، بدات اتعلمه على 2014. نصيحه من كابتن ايهاب عبد الرحمن تعلموا الجمباز بدري. بالظبط. اي حد ولاده لسه صغيرين خالص يعني حتى لو هو مش هيلعبوا جمباز بس يحاول على الاقل عشان المرونات. تمام. عشان المرونات عشان يستفيدوا اكتر. انا بس. انا ممكن دلوقتي شويه بعرف بس برضو مش زي لو انا بدات زمان. لو انا بدات طبعا العلم تطور برضو يا كابتن. طبعا. احنا هنا في مصر انا عمري في حياتي ما كنت اعرف حوار الجمباز ده يعني خالص خالص. ما كانش يجي في بالي اللي هو انا هطلع فين، ده انا لو طلعت هقع. مش محتاج افكر يعني. تمام. وحتى اول مره بدات كنت اللي هو مقلق اللي هو انا لو وقعت هيحصل لي حاجه يا جماعه، وبعدين الحجم والوزن وبتاع. بس هم هناك نفس الوزن نفس بيشتغلوا عادي ما فيش اي مشكله. فده ادى راحت ثقه واحده بواحده يعني. هنا ما فيش مدرب جمباز، هنا في بنحاول مع لعيبه مثلا موجوده بنقول لهم والله انا عندي واحد واثنين وثلاثه ممكن تساعدوني. المدرب الموجود بيقف ويساعد يعني. ما في يعني بصراحه يعني دي حاجه انا ضروري، الناس كلها بتساعد، الناس كلها ما فيش حد بيقول لا يعني. ودي طبعا ده ميزه الشعب المصري كلهم يعني.